عزيزي المشاهد اهلا وسهلا بك في مدرسه اللاهوت برنامج لاهوتي كنا نتكلم عن الوهيه المسيح في الحلقات الثلاث الماضيه تكلمنا عن كيف يكون المسيح انسان واله في ذات الوقت كيف يكون هو الله تماما وانسان تماما كيف يكون المسيح به هذا المزيج الحقيقه ان يسوع قد جرب وان يسوع كان انسانا تماما وأن يسوع كان هو الله تماما تكلمنا عن التجارب التي مر بها المسيح وعن أنه مش بس تجربة الشيطان لكن حتى اليهود كانوا بيعادوا المسيح وبطرس قال للمسيح يعني حشاك يا سيد أن تصلب فنلاقي أنه فعلا كان في محاربة طول الوقت لكن المسيح كان مجرب لكن بلا خطية عموما فكرة إزاي يكون المسيح يكون هو الله ويكون هو إنسان في ذات الوقت يعني ممكن نفهم الطريقة اللي بيها تعمل الطبيعتين مع بعض أنه فعلا مزيج طبيعة يسوع البشرية والإلهية من المهم أن ندرك أن الحل التالي الفكرة اللي هنقولها هو بطبيعة الحال أقرب إلى كونه وسيلة مقترحة لمزج تعليم كتابية شتى وليس مدعوما مباشرة بآيات صريحة من الكتاب فاذن يعني فاحنا بنتكلم على كده فيبقى مثلا في اذهاننا اننا ان ايماننا ان يسوع قد جرب وان يسوع كان انسانا تماما وان يسوع كان هو الله تماما في ذات الوقت. اذ نفهم الطريقه التي بها تعمل معا الطبيعتين مزيج طبيعه يسوع البشريه والالهيه. تكلمنا في الحلقات السابقه عن ازاي يكون المسيح هو الله ويكون انسان في ذات الوقت. لكن في الحلقه دي هنتكلم على انه على جانب واحد من شخصيه المسيح هل كان ممكنا ان يخطئ المسيح؟ أه الحقيقه احنا ممكن من الحلقات السابقه نقول لا ما كانش ممكن وخلاص لكن احنا عايزين ناخد الموضوع بطريقه لاهوتيه مشروحه عشان أه ما يبقاش قدامنا أه لا أو آه من غير اسباب لازم يكون عندنا أسباب حقيقية فإحنا قلنا أن يسوع قد جرب وأن يسوع كان إنسانا تماما وأن يسوع كان هو الله تماما إذ نفهم الطريقة التي بها تعمل معا مزيج الطبيعتين الآهية والناسوتية الحلقات الثلاثة تكلمنا على ده لكن المرة دي هنركز على هل كان ممكنا أن يخطئ المسيح شفنا أنه ما كانش ممكن أن يخطئ لكن ازاي يكون عندنا اسباب او توضيح أكتر؟ فأول اول نقطه في الموضوع ده لو كانت طبيعه يسوع البشريه موجوده بذاتها بالاستقلال عن الطبيعه الالهيه لكانت حينئذ طبيعه بشريه تماما مثل التي اعطاها الله لادم وحواء وللبشر. ولكانت او لادم وحواء اذا وقفنا عند ادم وحواء في الاول ولكانت بريئه من الخطيه ومع ذلك قادره أن تخطئ فآدم وحواء خلق أبرار لكن أخطأ لكن المسيح لم يخطئ دي حاجة مهمة وعليه لو كانت الطبيعة المسيح البشرية قائمة بذاتها لتواجدت الإمكانية النظرية المجردة بأنه كان ممكنا أن يخطئ تماما كما كانت طبيعة آدم وحواء البشريتان قادرتين أن تخطئ تمام فعشان كده ده سبب مهم جدا ناخد بالنا منه ان ادم وحواء خلقا في حاله البراءه لكنه اخطا كانوا يقدروا يخطئوا لكن المسيح نقدر نقول آه تعبير ممكن يكون آه يضايق البعض لكن المسيح ما يقدرش يغلط آه او زي ما بنقول الله ما يعملش الشر الحقيقه انه الشر يعمله ابليس طبعا الحقيقه في بعض الحاجات بيبقى واضح ان احنا ندي حاجه للمقارنه، فادم وحواء كفكره انه مع انهم خلق في حاله البراءه لكنهم اخطا لكن المسيح كان بلا خطيه طوال حياته. نقطه تانية مهمه لكن طبيعه المسيح البشريه ما وجدت قط بمعزل عن الاتحاد بالطبيعه الالهيه. فمنذ لحظه الحبل به تواجدت بصفة, بصفه تواجد هو نفسه بصفه يعني مش تواجدت طبيعته لا هو تواجد بصفه الله حقا وانسانا حقا ايضا تواجد بالطبيعتين طبيعتها البشريه والالهيه تواجدتا متحدتين في شخص واحد نقطه ثالثه يبقى عندنا فكره امتزاج الطبعتين او وجود الـ الـ مش امتزاج وجود الاثنين مع بعض تواجدتا متحدتين في شخص المسيح، المسيح في الشخصيه في الجانب الطبيعه الالهيه طبعا وكمان الطبيعه الناسوتيه او الانسانيه. نقطه ثالثه مهمه مع انه كان هناك امورا اختبرها يسوع بطبيعته البشريه وحدها ولم يختبره بطبيعته الالهيه. في حاجات اختبرها طبيعته البشريه فقط زي العطش الجوع والضعف وقمه الضعف انه في الاخر لانه اسلم نفسه للموت على الصليب فعلى الرغم من ذلك كان من شانه من شان فعل الخطيه ان يكون فعلا ادبيا او خلقيا يشمل شخص المسيح بكامله عليه فلو انه اخطا لشمل ذلك كلتا الطبيعتين البشرية والإلهية لكنه لم يخطئ فمع أنه إنسان أو كان إنسان لكنه كان الله وما فيش إنسان ما بيغلطش لكن فهو كان إنسان كامل إنسان كامل ما فيش إنسان كامل لكن المسيح كان إنسانا كاملا وكان لذا هو كان الله في ذات الوقت نقطة تانية مهمة لكن لو أخطأ المسيح بما هو شخص وفي الطبيعتين مورطا مر... بالخطية طبيعتيه البشرية والإلهية كلتاهما لكان الله نفسه عند قد أخطأ ولكان كف عن أن يكون الله عشان كده مهم جدا ناخد بالنا لأنه هو الله الظاهر في الجسد فكان بلا خطية إلا أن ذلك مستحيل بسبب القداسة أنه يحصل ده يعني غير المحدودة التي تميز بها آه تميزت بها طبيعة الله الحقيقه انه فعلا لو اخطا المسيح على انه شخص وف... آه... يعني لانه انسان يعني هي... هيورط بالخطيه الطبيعه الالهيه يبقى ما هو مين اللي غلط ففي حاجات ما كانتش تنفع غير انه ليه كانسان كالجوع والعطش و... و والولاده لكن كمان لانها ميلاد عذراوي فكان فيها آه حاجه خارقه للطبيعه لكن نلاقي انه اثناء حياه المسيح عاش حياه كامله بلا خطيه لو كان المسيح اخطا كان يبقاش هو الله او كان يبقى اذا كنا بنقول ان هو الله واخطا كان تبقى مصيبه كان هيبطل يكون الله عشان كده المسيح لم يخطئ المسيح كان الله الكامل والانسان الكامل في ذات الوقت نقطه كمان ان كنت ان كنا نسال هل كان ممكنا بالفعل ان يخطئ يسوع يبدو ان علينا ان نستدل على ان ذلك لم يكن ممكنا فقد حال دون ذلك اتحاد طبيعتيه البشريه والالهيه في شخص واحد اول حاجه لو كانت طبيعه المسيح البشريه موجوده بذاتها باستقلال عن طبيعه الالهيه لكانت حناز ممكن تغلط لكن كانت طبيعه المسيح بريئه ف كان ممكن يغلط، كان قادر ان يعمل لكن هو بكل بإرادته الكامله لم يخطئ مع انه تعرض لاصعب التجارب. ادم وحواء عرض يعني خلق في حاله البراءه لكن مجرد ما تعرضوا للحيه ووقعوا في التجربه سقطوا. عليه فلو كانت طبيعه يسوع البشريه قائمه بذاتها لتواجدت الامكانيه النظريه المجرده بانه كان ممكنا ان يخطئ. تماما كانت كانت طبيعه ادم وحواء زي ما قلنا لكن هم كان يقدروا يخطئوا لكن قلنا تعبير مجازي المسيح من ضمن الحاجات اللي ما كانش يقدر يعملها ان يخطئ حاجة تانية طبيعة المسيح البشرية ما وجدت قط بمعزل عن طبيعة الإلهية فمنذ لحظة الحبل به تواجد بصفة الله حقا وإنسانا حقا من ساعة الحبل به لأنه حبل بالروح القدس تواجد الله بالروح القدس من لحظه الحبل العجيب طبيعتها البشريه والالهيه تواجدتا متحدتين في شخص واحد المسيح شخص واحد لكن في الطبيعه البشريه والطبيعه الالهيه نقطه ثالثه مع انه كان هناك امورا اختبرها يسوع بطبيعه بطبيعته البشريه زي الجوع والعطش و و والكلام ده احنا عارفينه لكن طبعا الله روح الله ما يجوعش اللاهوت ما يجوعش وما يعطش لكن المسيح دي حاجات حصلت للجانب النسوتي فقط لو كان المسيح اخطا بقى كان ده هيصيب الجانب اللاهوتي نبقى ما يبقاش الله حاجه نقطه اخرى إذا كنا نسأل هل كان ممكنا بالفعل أن يخطئ يسوع؟ يبدو أن علينا أن نستدل على أن ذلك لم يكن ممكنا. حب تسجل بعض النقط دي لأنه هتساعدك في أن أنت حتى لو افتكرت منه نقطتين من تلاتة هتقدر تجاوب على كل الأسئلة والجدل اللي ممكن يكون حول شخصية المسيح، طبعا ممكن تبسط الموضوع على نفسك في الرد انا اؤمن المسيح هو الله واللي ساعدني على كده ما اعرفش اقنعك لكن اللي اقنعني انا الروح القدس وانت اسال ربنا عشان كده ايماننا لا يستطيع انسان ان يقول المسيح هو الله الا بروح الله يعني العامل فينا هو الله نفسه بروح القدس فمحدش يقدر لا يعني لا يستطيع انسان أن يقول المسيح هو الله الا بروح الله وطبعا لو رجعنا لفكره انه المسيح ما كانش باين أثناء وجوده على الأرض أن يكون هو له السيادة لكن هيجي في ملكه فيجي في, في المجيء الثاني نلاقي أنه أعطي السيادة من الآب أعطي يعني بصيغة المجهول أعطي يعني الآب أعطى الابن السيادة فهو المسيح أعطي السيادة ليسود الآب علينا من خلاله الحقيقه انه ناخد فاصل قصير وبعدين نقدر نكمل مع بعض عن موضوع شخصيه المسيح وعدم الخطيه. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. ان كان لديك اي سؤال او استفسار او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714 709 4300 او ارسل لنا على البريد الالكتروني info@karmatv.com كما يمكنك زياره موقعنا الالكتروني على www.karmatv.com او راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740 تكلمنا عن أن المسيح كان لا يمكن أن يخطئ كان هو الله ظهر في الجسد تكلمنا في ذلك في حلقات السابقة لكن خلينا نكمل في فكرة أنه حاجة أساسية لأن أو ليه؟, ليه يعني طب ما هو هو الله ظهر في الجسد إيه فايدة التجسد؟ ليه ليه تجسد؟ ليه خد جسد؟ لماذا اتخذ جسدا؟ وعلى فكرة أحب هنا أصلح حاجة إن احنا في بعض المرات بنتكلم على إنه المسيح صار إنسانا. الحقيقة يعني تنفع تجاوزا لكن عشان اللغة العربية وعشان القارئ العربي الحقيقة الأدق عشان نرجع لليوناني الأصل عشان الترجمة تكون أفضل إنه المسيح اتخذ جسدا. فالمسيح اتخذ جسدا لانه صار ممكن تلخبط الناس انه كان فصار يبقى في صيروره في تغيير في الله لا هو اتخذ جسدا هو الله هو الله واختار في وقت من الزمان هو عارف من الاول عشان كده انه في ملء الزمان جاء انا مولودا من امراه غلطي أربعة أربعة انه في ملء الزمان في وقت محدد هو عارف انه هيجي فيه هيجي متجسد فهو اختار ذلك لكن ليه المسيح اختار انه يتجسد؟ ليه الانسان ليه ياخذ طبيعه انسان؟ لماذا يتخذ جسدا؟ هو ده ليه؟ طبعا ممكن نقول ببساطه <applause> عشان يفدينا ده صحيح لكن تعالى بقى انت كطالب لاهوت او عايز تعرف اجابات او اجابه مفصله عشان حتى لما تعرف ثلاث اربع نقط لما تنسى حاجه تبقى لسه فاكر لكن طبعا هو تذاكر الامتحان ده موضوع تاني لكن على الاقل الواحد لما يكون عارف معلومات اكتر بيقدر يفتكر منها جزء اكتر مما يبقى عارف معلومه ليه التجسد المسيح جه عشان يفدينا محتاجه شرح او اذا كان في اسباب ممكن توضح الموضوع اكتر يكون افضل الحقيقه ان اول سبب انه رضي يتجسد لانه ادم الاول لم يطع ادم الثاني اللي هو المسيح أطاع بالنيابة عنا عشان كده نقدر نقول إن أولا لأجل الطاعة النيابية يعني حتى يكون نائبا عنا لأن في حاجات الابن أطاع أطاع حتى الموت موت الصليب أطاع فهنا آدم الأول عصى آدم الأول عصى ربه فغوى والغواية من الكبائر سقط وخرج من الجنة وربنا عالجوا بلباس التقوى، ايه هو لباس التقوى؟ هل التقوى دي بتتلبس؟ لا البسهم اقمصة من جلد ودي كانت أول إشارة للذبيحة ثم إنه وعدهم بوعد إنه نسل المرأة نسل العذراء مريم المسيح يسحق الشيطان في الصليب، فهو ده كان الوعد ببر المسيح، الوعد بمجيء المسيح. المسيح آدم الثاني أطاع فهنا حاجة مهمة جدا نقدر نقول حيث أخفق آدم وعصى الله نرى أن المسيح جاء وأطاع في لوقا في لوقا أربعة من الحياة هاخد شواهد يعني أكتر من آية لوقا أربعة من واحد لغاية 13 يا ريت تطلع قدامنا الآيات ألاقي أنه في لوقا أربعة الآية الأولى أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية أربعين يوما تجرب من إبليس ولم يأكل شيئا في تلك الأيام ولم ولما تمت جاع أخيرا وقال له إبليس هنا بقى إبليس ظهر إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا هنا تجربة صعبة على فكرة الثلاث تجارب بتوع تجربة المسيح سواء في لو أربعة احنا بنقرأ لك إن نفس التجربة برضو مذكورة في مت أربعة هنلاقي هنا بقى لو أربعة الآية أربعة أجاب يسوع أجاب الشيطان قائلاً مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه من فم الله، كل كلمه من الله. او احنا في لما بنيجي نعملها نلاقي ممكن نقول من فم الله بس هي من الله يعني. فاجابه يسوع قائلا مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيا الانسان. التجربه اللي المسيح ده جربها في ثلاث جوانب الاساسيه في الحياه فهنا في جانب الجوع في جانب الاحتياج في جانب الاحتياج المادي بعد كده هيجي الاحتياج للسلطه او الاحتياج النفسي للسلطه لكن هنلاقي هنا الاول انه الشيطان بيقول له حول تقدر تحول الحجاره دي الى خبز طب ما صار 40 يوم ايه اللي انت بتقوله ده المسيح رد عليه بقى بالمكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة من الله هنا نلاقي أنه التجربة الأولى كان الشيطان بيقول له حاجة من سلطانه يعملها لكنه مرضيش يعملها وقال له ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة من الله نكمل بعد كده يا ريت يظهر قدامنا الأعداد خمسة لسبعة ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن مجد العالم يعني مجد الممالك لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع أجاب يسوع وقال اذهب يا شيطان أنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم هنا نلاقي المسيح مرة تانية بيرد على الشيطان بأنه مفروض أنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جبل, على جبل الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل هيحفظك ربنا لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك لو في واحد حد زقه وربنا عايز انه يحفظه هو ده هيتحفظ لكن واحد ينط لا يقفز هو بنفسه فان, فإن, فإن بيقول انه مكتوب انه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك وبيكمل وانهم على ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك أجاب يسوع وقال له إنه قيل لا تجرب الرب إلهك لقد صحح المسيح القرائن القرينة است اللي استخدمها الشيطان القرائن الثلاث قرائن اللي فاتوا أه ومنذ آدم كان الشيطان مش بس وقت المسيح من بداية راح قال للشيطان يوم ما تاكل من الشجر راح الشيطان أو الحق في يعني تجسد في الحياة لها قال لآدم وحواء أو قال لآدم أو قال لحواء لو كلته فاكهة أكلت وعطت آدم وبعدين عشان هتبقوا تعرفوا الخير والشر وتبقوا زي الله اختبار كبرياء رهيب طب ما ربنا قال لك لا وبعدين الشيطان بيسأل أحقا قال الله ألا تأكله يعني هو الجملة هي هي بس حط ألف لم ألف همزة فوق أحقا لا الإجابة حقا قال الله شيل الألف همزة بتاعتك شيل السؤال ده سؤال تشكيك الحقيقه لو شلنا علامه السؤال دي هنلاقي حقا قال الله الا ناكل منها لكن الشيطان بيجي يشكك حتى في كلام الله وطبعا انه بيجرب المسيح دي يعني فبالتالي اذا اذا جلى تجربه الشيطان احنا مش احسن من المسيح نلاقي بقى ولما الايه الاخيره في الفقره دي الآيه 13 في لقا 4 الايه 13 ولما اكمل ابليس كل التجربه اللي هم الثلاث انواع اللي يشملوا تجارب الدنيا الاساسيه فارقه الى حين يا هنا استخدم الشيطان بعد كده كمل معاه فاستخدم بطرس يقول له حشاك يا سيد واستخدم اليهود مرارا وتكرارا في الكلام واستخدم حتى الـ 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 الاشخاص اللي هم لما كان المسيح بيخرج الشياطين حتى اليهود قالوا انه بيخرج الشياطين يعني بمملكه الشياطين قال لهم في مملكه تنقسم على ذاتها الحقيقه ان لو رجعنا لوقت ادم هنلاقي انه ادم سقط في الخطيه ادم الاول ادم الثاني ادم الثاني اخرجنا من حمقة الخطيه اخذ الرب الاله ادم ووضعه في الجنه كانت عدن يعملها واحفظها انفتحت أعينه طبعا لو خدنا ن... 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 يعني ده تكوين 2 15 لكن تكوين 3 7 انفتحت اعينهما وعلم انهما عريانان فخاطا اوراق التين لكن ربنا البسهما لباس التقوى البسهما اقمصه من جلد اشاره للذبيحه واعطاهم وعد ب... بالتقوى وعد ببر المسيح اللي ممكن يناله من يطلب بر المسيح والحقيقة ممكن ناخد بالتفصيل في رمية خمسة المقارنة بين آدم الأول وآدم الثانية لكن آدم الأول وآدم الثاني يمكن خدنا الحتة اللي فاتت دي لكن هناخد ده بالتفصيل إن شاء الله في حلقة قادمة ناخد المقارنة بين آدم الأول وآدم الثاني آدم اللي وقعنا في الخطية آدم اللي أنقذنا من الخطية الرب معكم